الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد. اليوم راح نلعب محاكي السوبر ماركت الجزء الثاني. اول يوم الثاني مرة متحمس يا جماعة اني اجيب فلوس اني اطور متجري اكثر واكثر واكثر، ومرة متحمس اني شفت تعليقاتكم حلو. اشتركوا انتم وانتم مشتركين، وبسم الله نبدأ. راح نحتاج اكل اليوم، وراح نحتاج نشرب موية، وما حد يكتب لي في التعليقات يا جماعة اخر حاجتين هذه شيء والله ما ادري، بس هذه عندي مرة ناقصة بشكل مرة مرعب. نفسي راح اترجمها واجي. A few moments later. هذه الكلمة والله يا جماعة ما أدري شني، بس الكلمة الثانية يا جماعة قذارة المحل. يعني تخيلوا محلي لازم أنظفه. مشكلة. أتوقع أن قذارة المحل. والله مشكلة يا جماعة. يعني تخيلوا أبيع وأنظف وأسوي أشياء مرة كثير. صعبة مرة صعبة. أول شيء قبل ما نروح المحل لازم نروح محل جابر، أو يب نروح محل جابر نجيب أغراض عشان نبيعها أسرع في اليوم ونرتبها. أول شيء نروح محل جابر، فهذه في البداية تمام. يلا وصلنا محل جابر، نبغى نشتري أغراض مرة كبير. مستحيل إني أحترم أي زبون يا جماعة، مستحيل إني أحترم الناس، مستحيل إني أحترم المحل بحد ذاته. خلينا نشتري يا جماعة الأشياء اللي أنا ما اشتريتها، أوكي؟ الأشياء الغالية هذا لسه غالي، هذا ما أتوقع إني اشتريته، خلينا هذا اشتريته بس لسه غالي، خلينا نشتري هذا من جديد، خلينا نشتري هذا ما اشتريته، متأكد إني ما اشتريته، المناديل أتوقع هذه اشتريتها، أتوقع والله أعلم، والله لسه ما رحت المحل ما شفته، تمام، الصبور اشتريته؟ لا، خلينا هذا اشتريته. برضو لا غالي، اي شيء غالي مستحيل اني اشتريه تمام. والله في اشياء مره كثير، خلينا نشتري كلوريكس، وخلينا نشتري هذا ما اشتريت اللي هو الكوكيز. يلا نرتب الاغراض بسرعه، نفسي ابدا يومي مره على السريع. حلو، هذا مربى، يب مربى بس سعره غالي. كورن فليكس نايس، ابغى اشتري حرفيا من كل نوع حاجة واحدة عشان الزبون يوم يجي يشتري مني كل الأغراض اللي هو يبغاها. هذا الشوفان، يب الشوفان، خليني نشتريه. كم معايا؟ باقي 500. لازم أعبي المحل، أعبي المحل. لسه أنا فقير يا جماعة، لسه ما عندي فلوس كثير، لسه أحتاج إني أبيع أكثر عشان أرتب المحل، أشتري رفوف، أشتري أشياء اللي أنا أتمناها. نشتري كاتشب سعره غالي، اللي هو أتوقع إنه هذا نوع من أنواع الصوصات، بس والله ما أدري شو للأمانة. نشتري مايونيز، شوف سعره، لا مايونيز نقدر نشتريه. حلو، هذه إيش؟ هذه يا جماعة سلطة الطماطم، اللي هو معجون الطماطم. حلو، وهذا يا جماعة حق طعام الكلاب، خلينا نشتري طعام الكلاب. فيها في طعام القطط، هنا فاصوليا، هنا بازاليا أتوقع، يب. أقدر أشتري كرتون واحد، ودي إني أشتري من الرز، يب راح أشتري رز، سعر الرز مرة غالي، خلينا نشتري، يب. الآن شوفوا كم معاي، الآن معاي 200 يا جماعة و15 ريال. جاني تحذير يقول لي أنا مرة جيعان، فين أقدر آكل؟ هل أروح المخبز؟ لا، وين أقدر آكل؟ هنا؟ مين عند المخبز نقدر ناكل؟ خلينا نروح هنا عند المخبز يا جماعة، ممكن عند المخبز إني أروح أقدر آكل. وهل هو الأكل صحي أو لا؟ والله ما أدري، أبغى أشوف، أبغى أستكشف معاكم. الحين راح تنزل علي الضرائب من جديد، اللي هي ضريبة العمال لازم أدفعها. خلنا نشوف الفوت، خلنا نوصل المحل بعدين نشوف الفوت. هنا في طريق، خلينا نشوف، هل يبدي نخش البيت ولا لا؟ أود إني أستكشف هل المكان هذا أقدر، ما أتوقع إني أقدر أخش، والله ما أتوقع إني أقدر أخش. يقول لك أنا جيعان وأحتاج إني أشرب موية، كيف أشرب موية؟ والله ما أدري. مو معقولة يا جماعة، لازم أنا أفتح المحل بنفسي. مو معقولة، انصدمت. دقيقة، هل أقدر أخذ موية من هنا وأشربها؟ لا، ما أقدر أخذ موية من هنا وأشربها، لا. حركتي غلط، 100% غلط. عندي أغراض مرة كثير، يا جماعة، أنا أقدر أرتبها، خليني أرتبها هنا، بعدين نروح نشرب مويه. أول شيء خلينا نرتب الأغراض، نقول بسم الله، نرتب الأغراض هذه، والله يا أغراض مرة كثير الأغراض، نرتبها حبة، إيش هذا الشيء يا جماعة؟ اللي هو الشلف، لو تشوفون زي سلطة الفواكه يا جماعة، معلبة، تقدر تاخذها وتاكلها كذا على السريع، إذا أنت جعان زي الآن، نفسي أخذها وأكلها على السريع. خلينا نرتب الكوكيز، والله عندي أغراض مرة كثير، يعني أحتاج إني أرتبها باليوم الثاني، هذا أسوأ شيء يا جماعة يواجهكم في اللعبة، إنك ترتب الأشياء حبة 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 حبة، ما يمديك تحط الأشياء كذا فوق بعض،
لا والله ما يمديك. طيب شوفوا يا جماعة، الحين جتني ثلاث أشياء لازم أسويها، لازم أشرب موي، ولازم أكل، ولازم أتوقع إني أروح الحمام يا جماعة، لأنه أتوقع إن المثانة مليانة، لازم أروح الحمام. شوفوا الأغراض رتبتها تحت، أبداً 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 مو عاجبني، بس أنا فقير يا جماعة، ما معي فلوس إني أشتري رفوف، لازم مبدئياً أرضى بأي شيء عشان بس أقدر أبيع، بس أقدر أبيع. هذا شكل السوبر ماركت حقي، والله أنا زعلان عليه تمام. ودي يا جماعة إني الحين أروح أكل، ما أدري بدور المطعم، والله بدور المطعم. اذا لقيت المطعم اتوقع اني راح القى الاكل، اذا لقيت اكيد اني راح القى الاكل، بس اقصد انه راح القى المويه معاه. اوكي هنا العياده، هنا يا جماعه ايش هذا؟ والله ما اعرف. اوه هذا البيكر يا جماعه اللي هو المخبز، خلينا ناكل من المخبز، واخيرا حصلنا المخبز. لا تقول لي ما اقدر اكل من المخبز، المخبز اقدر اشتري منه اكل. اوه ديم انا ما ادري من وين اكل، والله ما ادري من وين اكل. ممكن هذا المطبخ قدره الضغط هذا يا جماعه، خلينا نقرا قدره الضغط منين. هو سويتر يقول لك بيت الطبخ. انت ابغى مطعم، ممكن مطعم، خلينا نروح هنا يا جماعه، ممكن احصل مطعم. هذا المطعم اتوقع ان هذا المطعم، المطعم هو هذا اللي ورا. خلنا نشوف هنا ايش عندهم، لازم نستكشف المدينه يا جماعه. اوه ماي جاد، هاوس سويتر يا جماعه، هذا زي المقهى حلو. يمديني اشتري اواني مثلا للمطبخ. نايس، اللعبه صارت عميقه. هل يمديني انا البس ملابس او اشتري ملابس؟ والله ما ادري، خلنا نشوف. اتوقع اني انا اقدر اشتري، يعني كيف اقول لكم، اقدر اشتري مثلا صنادل وملابس وابيع عندي في المحل السوبر ماركت، يعني يصير شامل ابيع، اقدر اي شيء اقدر ابيع فيه، مو اللي البسها انا، لا مستحيل اني انا البسها. طبعا الحين ما لاقي مطعم. هذا اللي هو ميك الكترونيك، هذا محل الالعاب. يب اقدر اشتري بي سي يا جماعه. ابغى اشوف البي سي بكم. هي ابغى اشوف البي سي بكم، بس ما ابغى اشتريه يا كابتن. كم البي سي يا طيب كم البي سي؟ انا قاعد استكشف في اللعبه، والله ما ادري وين المطعم. قاعد استكشف في اللعبه، والله ما ادري. تقول لي تحت في التعليقات وين المطعم. الحين انا ابغى اشتري مرحاض يا جماعه عشان اقدر اروح الحمام. هل اقدر اشتري من هنا؟ في اشياء كثير اقسم بالله ما تغير علي، ماني عارف وين اروح، ماني عارف وين اجي. اوه ماي جاد، تدرون هنا ما في مرحاض؟ طب كيف اروح الحمام وماني محصل حمام في البيت؟ والله شيء غريب. الله اسمعوا، اكتبوا لي تحت في التعليقات يا جماعه كيف اروح الحمام، كيف اقضي حاجتي يا جماعه كانسان بشري طبيعي، كانسان فقير، كيف اروح المطعم، كيف اكل؟ لازم اكتبوا لي تحت في التعليقات، والله مشكله يا جماعه. انا اقدر احلها صراحه، اكون معاكم صريح، بس ابغاكم انتم تساعدوني، هذا الشيء يحل من السلسله اكثر واكثر واكثر. يلا يا شباب، كان معاكم ايس، نشوفكم مقطع ثاني، سلام عليكم.